بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية الكرسي الساخن تطبيقا على درس إماطة الأذى عن الطريق والطالب بلال أحمد. السؤال الأول مع الطالب براء. إلى أين كان أيمن متوجها؟ بارك الله فيك يا براء، تفضل. كان أيمن متوجها إلى ملعب الحي. يا سلام، إجابة نموذجية. السؤال الثاني مع الطالب سلطان. ماذا رأى أيمن في طريقه؟ ممتاز، سؤال جيد. رأى أيمن في طريقه فرع شجرة ملقى على الأرض. يا سلام يا سلام، رائع. السؤال الثالث مع الطالب ليس. ماذا يجب علينا عندما نرى أذى في الطريق؟ مرة أخرى. ماذا يجب علينا عندما نرى أذى في الطريق؟ أحسنت. يجب علينا أن نزيل الأذى عن الطريق. بارك الله فيك. السؤال الرابع مع من؟ تفضل يا بطل. نواف. ثاني. من ساعد أيمن في إزالة الأذى عن الطريق؟ أحسنت، وطي صوتك يا ريان. من ساعد أيمن في إزالة الأذى عن الطريق؟ ساعد أيمن في إزالة الأذى عن الطريق صديقه سامرا. يا سلام يا سلام، ممتاز. السؤال الخامس مع البطل ريان. من وضع الفرع في عربة القمامة؟ ممتاز، رائع. وضع الفرع في عربة القمامة عامل النظافة. بارك الله فيك. سؤال الأخير مع الطالب أحمد. ماذا يحدث لو لم تكن في مدينتي حاويات نفايات وعمال نظافة؟ تنتشر الأمراض والحشرات والذباب. ممتاز، بارك الله فيك، كنت رائعا واستحققت أن تجلس على هذا الكرسي الساخن. نحيي الطالب بلال، جزاك الله خيرا، ومع استراتيجية أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.